كان من ضمن الجامعة الصيفية مؤتمر 13 ديالها، بعد ما حاولت ما أمكن دير مؤسسة ديال العمل ديال هذا المكتب. بهذه المناسبة نشكر جميع أعضاء المكتب وجميع أعضاء المجلس الإداري الذين قاموا بعمل جبار فيما يخص المؤسسة وفيما يخص تحويل الجمعة العامة إلى مؤتمر. اليوم نعيش أجواء المؤتمر 13 للجمعية الجامعة الصيفية، وهذا يشرف المنطقة ويشرف العمل الجمعوي بصفة عامة. وكما تعلمون الآن بصدد الجلسة الافتتاحية حضر مجموعة من الشركاء ومجموعة من الإطارات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة ديال الجامعة الصيفية في الحقول فاش كتشتغل، الحق الثقافي والحق الفني والحق الأكاديمي. نرجو ونتمنى من المكتب الذي سينتخب اليوم أن يقوم بنفس الأعمال وباجتهادات كبيرة وفي إطار المؤسسة أن يتمم المجال، خصوصا ما بقي مثل المقر، لأنه نريد ونبغي أن تستفيد والجمعية الصيفية في مقر مناسب لها ولأشغالها. أولا تشرفت بالحضور ديال الجمع العام ديال الجامعة الصيفية، وحقيقة هذا تشريف، وكذلك تجعلنا يعني نرجعوا للذاكره اللي تيخصنا نحتفظوا بها لهذه الجمعيه العتيده، اللي بالرغم من اكراهات وصعوبات استطاعت تصمد امام كل عراقيل منذ 1979، اللي كانت حامله القضيه الامازيغيه على عاتقها تلة من الشباب اللي هما الان كبروا، ولكن كاين شباب اخر اللي هو تيساهم من في الاستمراريه ديال هذه الجامعه اللي اليوم الحمد لله العطاء ديالها والانتاج ديالها تيبان على ارض الواقع. ونحن في جمعيه إليغ فخورين باش غادي يعني نديروا واحد الاتفاقيه معهم مع الجامعه من اجل يعني اغناء هذا المسار ديال النضال من اجل الهويه، من اجل الامازيغيه اللي هي ديال المغاربه، ملك للمغاربه جميعا، راه ما كانش مغربي اللي ما عندوش اصل امازيغي. قبل ما نكون عضو في المجلس الاداري كنت عزام انا من مؤسسين ديال الجمعيه الصيفيه، انا من مؤسسين ديالها، وكنت في جوج ولا ثلاثه ديال المكاتب. دابا حنا مع التجربه وهذا دخلنا المجلس الاداري. المجلس الاداري شنو هو الدور ديالو؟ هو تينسق الجمعيه اللي بغيت دير شي برنامج ديالها خص المجلس الاداري يوافق عليه. في اللقاء اللي تيكون ذاك اللقاء اللي تيكون الجمعيه الاداري تيشارك في التنظيم وتيشارك في ذاك في التسيير وتيشارك تيوقف في الندوات وفي المحاضرات وهو سميتو ودي هو. الا كاين شي مشكل المجلس الاداري هو اللي تيفكو، كاين شي بين الاخوان ولا شي حاجه، المجلس الاداري كيجتمع وكيفك هذوك المشاكل.